السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم يا إخواني العراقيين في داخل العراق وخارج العراق. أول شيء قبل أن نشوف الافتتاح مع الباشر خليجي 25 خليج البصرة، أكرر خليجي 25 خليج البصرة، ولتكن برعاية من تكون غصبا على اللي كتبون، خصوصا موقع الابتزاز اللي كتبون خليج زين. بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم من أول بطولة، هذا اسمها الرسمي واسم الدلع أو الاسم الفرعي اللي ابتدى من بالألفية على فكرة مو قديم، هو خليج اليمن، خليج الكويت، خليج أبوظبي، خليج مسقط، وهالمرة خليج البصرة، خليج العراق. غصبا عليكم يا بعض العراقيين اللي مبتزين، ولا أكو موقع خليجي أو قناة ادعت انه البطولة تم تغييرها لخليج زين. دائما برعاية تختلف هاي. بدول العالم المحترفة اللي تشتغل بالاحتراف، مو مثلنا احنا نعتمد كل شيء على الحكومة، ناخذ كل شيء من الحكومة وندور احتراف كلاوات. بالبطولات الدوري او الكأس المحلية فقط تغير اسماءها. من حتى صارت بالسعودية دوري محمد بن سلمان ودوري جميل ودوري كذا على الرعاية. ممكن بدوري العراق يسوون، أما خليجي فهو خليج البصرة، وحتى لو يردون يغيرون مو بإنه وصار تغيير. هاي وحدة. الشغلة الثانية، أتى من أتى وغاب من غاب، وما يهم البصرة ولا يهم العراق اللي حضر واللي ما حضر. اللي حضر هذا شرف إله، تمام. ظلت شغلة، الشغلات البسيطة بس. رسالتي لجيل 2007 اللي خبصون، أنا ما أعرف مصطلحات دول تحرز بطولات ما يسمى جيل هذا. جيل 2007 فرحنا بيوم من حققته لقب أمم آسيا 2007، ولكن لا تنسون أنتم سجلكم في بطولات الخليج صفر على الشمال، فقط نور صبري ومكان بحده يعني من عندكم، واعتقدوا يا سلام شاكر يعني ما محسوب انجاز، ما محسوب على 2007. نور صبري صار افضل حارس في خليج البحرين اللي حرزتها الامارات، واللي احنا صرنا المركز الثاني بيها فقط، بس كانت منتهي جيل 2007 يعني مع جيل جديد، تمام. فاصلا انتم جيل 2007 حققتوا امم اسيا، اذا العراق استضاف امم اسيا انا بصنبل 10 اللي ما يستدعيكم للاحتفال يكون قصر وياكم، ولكن في بطولات الخليج ما لكم حق للدعوه. السببين، اولا انه انتم بطولات الخليج يعني ما حققتوا بل طلعتوا نتائج مهينه بتاريخ العراق في بطولات الخليج، هذا هو وحده. الشغله الثانيه انه هي البطوله بالعراق، يعني سمعت قطر وجهت دعوة لمحمود الصوفي لما استضافت كأس العالم الأخيرة، سمعتوهم وجهوا دعوة لمبارك عنبر، محمد إدهام، خالد سلمان، شو اللي اشتغل بيهم إعلامي مثل محمد إدهام وخالد سلمان ومحللين، واللي اشتغل كذا واللي هو متفرج عادي واللي حتى الناس هسه ما تدري بي وين، هم هم حققوا نتائج البلدهم، وبلد بيها بحبوحة وكم واحد بيها نجم. فأتمنى نور صبر وجيب 2007 رجاء حلوا عن سمانة على قولة الشاميين، رجاء جاي تكفروننا بيوم اللي فرحنا بالجائزة 2007. ما صايرة مونديال المكسيك الجيل الذهبي ما صعدنا الكاس العالم ما حد سأل بهم، مع أنه هم في بطولات الخليج لهم القدح المعلى ولهم سجل ذهبي. من باب أولى جيل 2086 جيل الثمانينات يستدعى، هاي إذا استدعى. أما أنا يعني أخوي متزوج أو يعني ابن عمي عنده مناسبة زواج، حتى ابن عمي يستدعيني يوجه لي دعوة؟ يعني أنتم إذا صار عندكم عرس ببيتكم أخوكم أو ابن عمكم يوجه لكم بطاقة دعوة؟ لو أنتم المعازيب زين، أنتم الحمد لله عندكم خير والله يزيدكم من وسع، يعني الأخ نور صبري غيركم محتاجين ترحون للبصرة، محتاجين هالفندق، وانتم متأكد البصراويين يعني يحبون جيل 2007، انتم بامكانكم ترحون بنفس اليوم ترجعون لبغداد محافظاتكم، وبامكانكم تقيمون بأحسن فندق بالبصرة، بامكانكم هواي امور. يعني انا متعجب، اتمنى انا بالعراق، انا الانسان المتواضع العبد الفقير ربه وحالتي المادية هم يلا على قدي، اتمنى كنت بالعراق قسما بالله اروح للبصرة واسوي اللي مقر قامة ب
بجهودي أنا الذاتية وأروح ويا جماعتي ويا أقاربي وأشوف مباراة وأحضر وأصور وكذا، شنو لك إلا تردون الناس يوجهون لك دعوة؟ اليوتيوبر يريد يوجهون له دعوة، المقيم خارج العراق يريد له دعوة، شنو الدعوة؟ الناس فقرة تدور بطاقات ما لقى، ذولا أولى الدولة تصرف عليهم، مو عليكم أنتم شبعتوا لمن الله قالكم بس هاي ويلا عوفهم، ذولا سوالف تعبانة عندهم. المهم قبل أن تبدأ خليجي 25 مبروك لكل عراق شريف سعى من أول ما فكرنا بيها أيام الراحل محمد مصبح الوائلي إلى الوزير السابق جاسم محمد جعفر اللي يتنكر لبس ناكر الجميل، هو كان صاحب الفكرة وهو البدايات المشروع، ذولا الاثنين والكابتن حسين سعيد أبو عمر كان ثالثهم، لا تنسون ذولا الناس مهما كان مهما اللي صار والجرى. والراحل عبد الله عويز الجبوري الشركة المنفذة، شركة عبد الله عويز نفذت المدينة الرياضية وملعب الميناء رغم الأخطاء ورغم أنه بفلوس ومو بلاش، لكن نفذوها بظل الإرهاب ومنع التصدير وتوقف التصدير وبلاء والعراق تحت الفصل السابع. يا الجيل اللي جديد واللي غيبكم الإعلامي يشوه الحقائق، كان العراق حتى الاستيراد والتصدير صعب. أنا صح أني كنت بالأردن بهم يعتبر خارج العراق وبعدين بأمريكا، لكن معاصر المشروع من أوله والحمد لله يعني كثير أمور مقالات، وكان اللي تواصل حتى ويا بعض المسؤولين عبر الرسائل وكذا لما رحت العراق، وأعتبر نفسي الحمد لله من ضمن الناس اللي أوجه تهنئة لنفسي أولا، عدا كون عراق وعدا كون من الناصرية شقيقة البصرة ويعني الامتداد العمق الامتداد إلها، لكن كذلك أعتبر نفسي من الناس اللي يعني كتبوا وانتقدوا وسعوا وطرحوا أفكار لا خليجي البصرة وتمنينا ورفضنا مشاريع أنه يروح خليجي لا محافظة ثانية تمام، وقلنا أنه لو بالبصرة لو ما يصير بالعراق. هذا أتذكره بكرة عراقية كتبت مقال وتعرضت به لهذا، بس قلت لهم لا خليجي استضيفوا مماسي بأي برقع بالعراق، حتى محافظة من الناصرة ما قبل خليجي إلا بالبصرة، وعود النسخ الثاني خلنا نستضيفها وين ما كان. تحياتي لكم وفي أمان الله، والدنيا بصرة.